السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون حلقه خاصه بدائره الحمايه الاجتماعيه. وعدناكم الاسبوع الماضي واتصالاتكم ومشاكلكم نحلها ان شاء الله بوجود شخص مسؤول من هذه الدائره. طبعا نشكر الاخوان في دائره الحمايه الاجتماعيه على تواصلهم ويانا وعلى انجاز حلقاتنا من خلال تلبيه الدعوه باستضافتهم في هذا البرنامج. نوه الاخوان المشاهدين الكرام على من لديه اشكاليه او استفسار، ما عليه سوى الاتصال على الارقام اللي راح تكون اسفل الشاشه ظهرت. شكرا للاخ احمد مخرج البرنامج، راح اتواصل طبعا وياكم بهذا الخصوص وان شاء الله راح نكون بخدمتكم. فقط قبل ان نبدا الحلقه وتنويه، طبعا هذا البرنامج بخدمتكم صار له تقريبا بالخمسة الى ست سنوات تقريبا، يعني خمس سنوات او اربعة. هذا البرنامج هو خاص وخدمي لكل الناس. الفكرة تولدت لي بانه دائما ما نكون في اي دائرة حكومية، اي دائرة تروح تراجع لها تسمع هاي الكلمة بخدمتكم خدمتكم، فاستهوتني هاي الفكرة وهذا المصطلح كان هو دارج ومعروف لدى الكل، ودائما ما نقول احنا ان شاء الله بخدمتكم. فطرحت هذه الفكرة وطرحت هذا البرنامج. سابقا كان عندنا برنامج اسمه المعقب، فترة سنين طوال قدمت هذا البرنامج ايضا خدمي، لكن تم تغيير هذا الاسم الى برنامج بخدمتكم. تفاجأ الان شاشتنا العزيزة العراقية تأخذ نفس اسم البرنامج، تضاف له مثل ما تفضل أخ دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيعي السوداني قال عندنا قال احنا بخدمتكم، نزل هاشتاك. فالعراقية أخذت الهاشتاك ونزلت أيضا برنامج اسمه احنا بخدمتكم. أعتقد هي رسالة للأخوة في قناة العراقية. هذا البرنامج سبق وان قدم وصار لهاي الفتره سنين طوال اسمه بخدمتكم، فيعني ضاقت بكم السبل ان تاخذون اسم برنامج من غير قناه وان تقدموه بهالطريقه. انا اتمنى على الاخوه في قناه العراقيه اعاده النظر بالاسم، كون هذه حقوق ولدينا ما يثبت بأن هذا البرنامج على هذه السنوات الطوال يبث من خلال قناة الأيام الفضائية. فهي دعوة للأخوة في قناة العراقية أن تغير هذا الاسم كون احتراما لمهنة الإعلام والحقوق. شكرا لهم مرة أخرى، وأكيد احنا ندعم كل أي قناة تقدم برنامج خدمي نكون معها بكل الأحوال كون حل قضايا الناس. نعود نكمل وإياكم مشاهدينا الكرام البرنامج، وضيف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الرحمن المنصوري مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية. نرحب بك أجمل ترحيب. أهلا وسهلا بك مشاهديك الكرام. الله يحفظك أستاذ عبد الرحمن، شكرا لحضورك، شكرا لتلبية الدعوة. بالخدمة. الله يحفظك خادم ربك. تريد احنا بخدمتكم. بس بالأيام. جزاك الله خير، شكرا لك مرة أخرى. الله يعزك. جهود مباركة منكم. دائرة الحماية الاجتماعية تقدمون أشياء ممتازة بالنسبة للمواطنين، ودائما هم على تساؤل مستمر كون الشريحة اللي قد يعني مستفيدين بهذه الدائرة هم ما يقارب بالملايين أصبح. نعم. ولو نضع حلقات مستمرة لهذا البرنامج أصبح فقط للحماية الاجتماعية عم ما يكفي. فاحنا نستثمر حضوركم باتصالات المواطن. طبعا يقولوا يمكن اكو اتصالات مو احمد، يعني خلينا نتحدث بس عاد سؤال واحد. دائما ما يسالون الناس الان يقولون يابا وين وصل الباحث؟ احنا قدمنا معاملات والباحث ما موجود، ماذا يجينا؟ شنو السبب استاذ عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه طيبه لحضرتك ولقناتكم الكريمه ولمشاهدينا الكرام. احنا عمليات المسح الميداني مستمرين ولا توقف الى ان نبحث اخر متقدم على إعانة الحماية الاجتماعية. هذا عهد قطعه على سيد الوزير العمل والشؤون الاجتماعية
هيئة الحماية الاجتماعية بكل كوادرها. احنا مستمرين بعمليات المسح، لكن الأعداد ليست بالأعداد القليلة. المتقدمين تجاوز 1,000,000 ين، بحثنا أكثر من 1,000,000 تقريبا و200، أكملنا الإنجاز. والآن المتبقي يعني بقدر 750,000 متقدم مستمرين بعمليات المسح، لكن لا يمكن أن نمسح هذه الأعداد في يوم أو في شهر أو في 3 أشهر. الحملة انطلقت في 15/1 من شهر كانون الثاني لعام 2023. أطلقنا وجبة أولى وأطلق وجبة ثانية من شمول بإعانة الحماية الاجتماعية. كان حصة المعاقين بها تقريبا 80,000 معاق، والباقي من الأسر المعدومة الدخل. أيضا احنا لدينا حملات أجريناها في مناطق المعامل بعد أن أنجزنا الأقضية الأربعة في بغداد. أنا أتكلم عن بغداد وعن كل العراق. وعندنا في محافظاتنا أيضا بالموصل حملات في على المخيمات الموجودة في أطراف الموصل. العمل متواصل لكنه الأعداد كبيرة. وأكيد اللي ما زار الباحث في الأيام الماضية سيتم زيارته في الأيام القادمة. أحسنتم سعد الرحمن، شكرا للتوضيح. اتصال. ألو 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 رائد، انقطع ويا رائد، آسف تأخرنا عليك رائد، لكن إن شاء الله حنستمر نستقبل اتصالات. عندنا اتصال آخر. ألو، قطع الاتصال، ماكو مشكلة. أخ رائد يعني يا ريت يعاود الاتصال، وإن شاء الله بخدمتك راح نستقبل الاتصالات على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة اللي يدرك رقمين موجودة عندنا. ممكن تتصل إذا عندكم مشاكل أو استفسار حول موضوع الحماية الاجتماعية، مثل ما تفضل أستاذ عبد الرحمن بقضية الباحثين. أغلبية الاتصالات ويتحدثون عن عدم وجود باحث، عدم زيارة الباحثين، فإن شاء الله خلال بالتدريج راح يكون زيارة الباحثين. رائد رجع ويانا، تفضل رائد. أنا كنت مقدم على النواب. ألو ألو ألو، وياك وياك. أنا كنت مقدم على النواب وطلعت الأسماء وايد. أنا شنو ماذا خاضوني عارف باحث. نعم. زين وسويت ورقي. بل. ما أكل أحد الآن. ما ادري عشان نطلع تحليل نتائج. بيا محافظته؟ على البصرة. بالبصرة. رائد يقولون تحليل نتائج الأخوة بالكنترول. يعني احنا بالنسبة كإنجاز تم زيارته وتحول القيد من مطلوب بحث ميدانة إلى تحليل نتائج فقر. يعني أصبح القيد جاهز للإرسال إلى وزارة التخطيط لبيان مدى استحقاقه من الإعانة من عدمها. هاي العملية احنا مثل ما ذكرت انه الوجبة الأولى والوجبة الثانية تم إطلاقها. ننتظر المصادقة على الموازنة العامة، وبالنتيجة نبدأ بإطلاق وجبات أخرى خلال الأيام القادمة إن شاء الله. أحسنت جيد. رائد واضح الفكرة؟ رائد قطع اتصال. رائد رائد سمعنا؟ إيه سمعك سمعك وياك. واضح الفكرة رائد؟ يعني سمعت سعد عبد الرحمن؟ استاذ انا ليش تاخرت يعني اقول شلون؟ اقول لك انا مقدم على النواب، النواب هواي طلعت الاسماء، النواب انا دزوا علي اعاده باحث، سويت اعاده باحث ورقي. احنا قاعده بياناتنا تتضمن الشمول الورقي اللي المواطن وتتضمن الشمول الالكتروني. الكل يدخل في نفس المعيار. الكل ترسل الى التخطيط، وبالنتيجة قرار التخطيط تظهر النتيجة بعد التحليل اللي يجري في وزارة التخطيط. يعني إذا كان ورقي أو إلكتروني هو كله في معيار واحد. واضح أخوي رائد؟ جيد، شكرا لك رائد. أعتقد واضحة الفكرة يا رائد. يعني مثل ما تفضل سعد الرحمن وصف إشكاليتك، فينتظر بهاي الحالة الوجبات. وجبات نعم. يمكن أكل الوجبة الثانية؟
ان شاء الله احنا بعد ما تتم المصادقه على الموازنه نبدا باعلان الوجبات. تعرف احنا عندنا انجزنا يعني تقريبا ثلثي الاعداد، ان شاء الله يعني الايام القادمه ان شاء الله تشهد ظهور اكثر من وجبه. اكثر من وجبه؟ نعم، لانه احنا لا يمكن ان احنا لدينا اكثر من 600,000 لازم خلال هذه السنه يتم شمولها باعانه الحمايه الاجتماعيه. فاكيد احنا راح نسويها على شكل وجبات حتى نمتص الزخم ونقدر نسيطر على العدد الهائل من هذه الاعداد. زين، يعني الموازنه تظهر احتمال مثلا خلال الشهر السابع، يعني ما يعني تاخذها فتره 15 يوم ان شاء الله حد الاجراءات ونشوف جاره الوقائع تاخذها الى الشهر السابع. يعني خلال يعني هذه الاشهر راح يكفي بانه ان شاء الله احنا عندنا جهوزيه كامله لاستيعاب كل هذه الاعداد واكمال كل اجراءاتها، لانه احنا منوطين بفتره زمنيه ايضا، وهاي المبالغ اللي محدده لهذا لازم تصرف. فاحنا هذه الايام همين مستغليها في اصدار هذه البطاقات الوجبه الاولى، ونبدا ان شاء الله بوجبات جديده، واحنا نطمن المواطن ان شاء الله احنا عاقدين العزم على اكمال كل هذه الاعداد بما توفر لدينا من اموال. احسنتم. هاني عبد الله اتصال اخر. السلام عليكم هاني. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، تفضلوا. عمو، انا ابوي صابته جلطه. صحه وعافيه. نعم، نص صوت التلفزيون. راتب مال متوفي، مال شهيد. بلي، راتب مال شهيد وصلوا دقوا ابوي رفض على المعامله كلها، والراتب كلش ما يكفينا بس 150. واضحه الفكره؟ يعني بدي احكي على راتب تقاعدي. يعني لين عنده راتب تقاعد يوقفه راتب الاعانه؟ اي نعم. لين ادارات التقاعد وقفوا الاعانه تتضارب هاي؟ احنا اي راتب اخر مع الاعانه يتقاطع، لكن اذا كان الراتب اقل من الاعانه تستكمل. فاحنا ندفع الفرق اللي بين الراتب التقاعدي او اي راتب اخر مع مقدار الاعانه. يعني على سبيل المثال لو كانت الحصه التقاعديه 150 مثل ما ذكر، احنا ندفع نكمل الى 275، يعني تقريبا ننطي 175. بس الراتبين ماكو مشكله؟ لا لا، احنا اي هو ما احنا ما لنا علاقه بذاك الراتب. عندنا الكتاب اللي يجينا من هيئه التقاعد الوطنيه يقول هذا المواطن يتقاضى 100، احنا ندفع له 175 وهكذا. واضحه بابا؟ شكرا لك حبيب قلبي، صحه وعافيه للوالد ان شاء الله. زين، عندنا اتصال له ناخذ سؤال. احمد ابراهيم من واسط، تفضل ابراهيم. ايوه. الو ابراهيم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابراهيم. اي صح، حياتي لك الضيف الكريم. بس صوت الاستوديو احمد. هل هناك زياده في رواتب الرعايه الاجتماعيه بالموازنه؟ ها زياده، وانا كاتب السؤال. نعم. كاتب السؤال هسه حسأل الاستاذ عبد الرحمن. بس هذا سؤالك؟ جيد، زيادة الإعانة، شكرا لك يا حبيب قلبي أستاذ راحي. احنا رفعنا مقترحاتنا للجنة المالية وللجنة العمل في زيادة الإعانة، ننتظر ما تقول إليه فقرات الموازنة. احنا لحد الآن ما قرينا اكو زيادة لحد الآن، ننتظر المصادقة على الموازنة، بعدها احنا اذا اكو اي زيادة بالموازنة احنا نعلن عليها بالاعلام. جيد ان شاء الله. سعد عبد الله من الموصل، السلام عليكم سعد. الو. الو. السلام عليكم، تفضلوا. انا ابو مهند من الموصل. اهلا وسهلا بك، يا مرحبا. انا راتب الرعاية مالي وقفوه لان اهلي طلع راتب 70,000 من ابني توفى. صار 4-5 شهور بس المراتب. زين. وقفوا الراتب مالتي.
70,000 يتقاضى من ذاك الراتب ووقفوه. قبل ايش قد يتوقف الإعانة؟ قبل ايش قد يتوقف؟ هذا الشهر احد استلم قال لي ماكو راتب، وقف راتب يعني توقف. هذا الشهر ما جاوبوك شنو السبب؟ ما قالوا لك شنو السبب؟ ما استلمت دي يعني هذا الشهر بس يا اخوان. وانا لحد الان انا صاير بعد كم استلمت الراتب؟ اربع خمس اشهر ما استلمت الراتب يعني. خلي نشوفها بقاعدة البيارات مالتنا، انت اسمك الثلاثي واسم والدتك وخلي يشوف لنا اياه بالبرنامج. اي والله سعد عبد الله فتحي. سعد عبد الله فتحي؟ نعم يوسف. فتحي يوسف. اسم الام؟ يوسف. يوسف. اسم الام؟ زكية محمود عبد الله اسم الوالدة. زكية؟ زكية محمود عبد الله. زكية محمود كول ولد؟ عبد الله. محمود عبد الله. اوكي هسه يدققون الاخوان بالكنترول اللي هم موظفين من وزاره العمل دائره الحمايه الاجتماعيه وبخدمتك راح نعلن الاجابه عنه ان شاء الله بخدمتك. شلون؟ الزوجه لديها تقاعد يا سعد. سعد؟ تسمعني سعد؟ لا ما لها تقاعد الزوج. هاي هسه الاسم يقول الزوجه لديها تقاعد. نعم اسمعك. الزوجه لديها تقاعد. زوجتي ما عندها تقاعد، ما عندها. هي لا بس 75، هي مال ابني 75. ها؟ اي يعني اكو حصه تقاعديه، هاي الحصه التقاعديه. 75,000. اي نعم، احنا ما تبقى من الاعانه ندفع لك اياه بال شو يسوي؟ يراجع القسم المعني ويجيب كتاب تقاعد الموصل. اي اكيد من تقاعد الموصل وقسم الموصل. اي يراجعه ويجيب الكتاب وندفع له ما تبقى من مبلغ الاعانه. سعد واضحه الفكره عندك؟ سعد ممنون منك. واضحه الفكره؟ جواب حوار جيد. اشكرك. انا اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا لك سعد. الاتصال ما تعرفون اسمه. اوكي السلام عليكم تفضلوا. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. من وياي؟ علي عودة. علي عودة تفضل علي. والله احنا بالنسبه لذوي الشهداء النظام البعد عندي اخ معدوم بال 75 شيوعي. نعم. هو خريج 74 75، شو وقت يلحق يتوظف؟ وانعدم بال 75. زين احنا ابو ربحه ابو يوم واحد يعطونا باثر رجعي، وهذا شمرهم عرض الحياه ضربوهم، يقولون بعدين نبت فيها. وش وقت يعني لما نموت كنا احنا الاب والام يا ماتوا فوق، بقونا احنا هماتين على هم على 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 الحافه. عفوا الاخوه يعني احنا حبيبي ابو حسين، يعني حلقتنا على اداره الحمايه الاجتماعيه، يعني يا ريتكم بحلقات اخرى تخص مؤسسه الشهداء واحنا بخدمتك. انا سمعت هسه رايك وياي بعدك علي؟ علي علي نعم اي جي. علي احنا حلقات عندنا على مؤسسه الشهداء ان شاء الله، يعني اتوقع يعني هو مشمول بمؤسسه الشهداء وبامتيازات الشهيد، مو صح لو لا؟ اشوف ماكو يعني ما دا اسمع واضح. لا لا اخو عم معدوم بال 79 وداخلون عائلته، داخلون كل مميزات مؤسسه كل الشهداء. كل عائله شخصت؟ كل مميزات؟ اي اهم حزب شيوعي بصراحه بال 79 انعدم. اخذوا مال 83 مليون. الشهداء هي هاي دائره الشهداء مال كاظميه، وشوفت ما بدتوا بها بالنسبه لنا المعدومين اللي ما متوظف بدائرة ما بدتوا بيها، بطاهم معلقين. انا ما اعرف بلي اعرف احمد، اعرف على الشهداء. حجينا ابو حسين. زين هو خريج 74 75 جامعة بغداد. بلي ايش وقت يلحق يتوظف؟ انت مو تدري ورا ما يتخرج يلبس عسكرية بالعسكر مباشرة بس بنسخ عدمه. قصدك ابنه يعني اذا تريد يتوظف مو تمام؟ ها؟ ابنه ده تريده يتوظف؟ مو قلت لك مو موظف، هو بس اخذوه وعدمه مباشرة بعد ما لابس بالعسكرية. اعرف حقوق اخذها لو ما اخذها؟ حالوه للجيش واخذوه، اخذته الامن من الشارع واخذوه وعدمه. على عيني وعلى راسي.
اخذ حقوقك كشهيد عائلتك اخذت حقوق له لا اخويا اي هو متزوج ولا ما متزوج؟ لا ما متزوج. جيد، انتم اخذتوا حقوق له لا؟ الاب والام اخذت حقوق الشهيد مال ابنهم له لا؟ اخذوا حقوق الاثر الرجعي، الاثر الرجعي من تاريخ الاعدام الى تاريخ سقوط النظام ماكو. جيد، احنا ان شاء الله حنسوي اتصال خاص بالاخوان مؤسسه الشهداء وحنطرح هذا الموضوع وان شاء الله بخدمتكم، بس اتوقع احتمال لان هم عفوا علي هم هاي الفتره ثلاث سنوات ماكو موازنه كان عندهم مشكله بالاموال طبعا كل الدوائر يعني استاذ عبد الرحمن يعني لا مولاي عفوا هذا الموضوع يعني ابرفعه ابو يوم واحد ينطونا اثر رجعي وهذا اللي من البدايه اللي الحكم هسه كله يتصاعد بسبب دماء الشهداء. عفوا صحيح صحيح والله انا بصراحه اللي هنا بعد ما اعرف التفاصيل امانه يعني ابو ربح ياخذ ابو يوم واحد ياخذ باثر رجعي وهذا والله شنو بل. انت ما متوظف ماكو هيك شيء بعد يعني بعد ما اعرف انا قلت لك حد علمي علي عيني ابو حسين حد علمي انا اللي هنا راح نستضيف ان شاء الله مؤسسه الشهداء بالحلقات القادمه ونطرح الموضوع وانا بخدمتك ان شاء الله تؤمر امر شكرا جزيلا على اتصالك عندنا اتصال احمد عبد الرزاق تفضل احمد بدي اخذ اسم الوالده جيد يعني حتى لا ينقطع صعد الاتصال الو السلام عليكم احمد تفضلوا الو السلام عليكم احمد عليكم السلام شلونك استاذ كل الهلا بك تفضلوا الله يحفظك استاذ السلام يعني اللي يطلع اسمه بالشبكه شلون يعرف اسمه مثلا على الرساله لو مثلا على المكاتب شلون يعني وياك استاذ عبد الرحمن تفضل استاذ ما سمعت اي رحمه على والدي تفضل شو يقول شو يقول بس سؤاله شنو ليش سمعك هو استاذ احمد وياك استاذ عبد الرحمن تفضل والله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله شلونك استاذ الله يعزك حبيبي والله استاذ احنا نسال على اللي يعني اللي يطلع اسمه بالشبكه شلون يعرف يعني مشمول يعني شلون انت مثلا انت مقدم او انت مسجل على الاعانه ولا اي والله سجلنا على التسجيل الالكتروني على التسجيل اجاك الباحث اي والله طلع الباحث علينا هسه نشوف قيدك بالحاسبه تحليل اذا طالع تحليل نتائج فقر ننتظر انه الوجبات اه جيد ننتظر الوجبات اما يطلع اول ما يظهر اسمك بالوجبه عزيزي وضحت وضح سؤالك اذا ظهر اسمك بالوجبه راح تجيك رساله على التليفون وايضا احنا ننشر الاسماء على مواقع التواصل الاجتماعي على موقع وزاره العمل موقع هيئه الحمايه الاجتماعيه وتكون الصوره واضحه لك مشكور استاذ رحم الله والديك الله يسلمك شكرا لك احمد على اتصالك وان شاء الله موفق ان شاء الله جيد استاذ عبد الرحمن اكو موضوع ايضا يقول انا شنو مثلا صار عندي مثلا امور صحيه هاي خاصه الامراض المزمنه ابو الحمايه الاجتماعيه المستفيد شنو راح يستفاد من عنده؟ ايش قد ايش راح تقدموا له من خدمات؟ احنا طبعا بالنسبه لمستفيدي الحمايه الاجتماعيه يراجع المستشفيات وما يدفع اي مبالغ للمستشفيات الحكوميه يعني هذا الوصل قضيه العلاج الكشفيه مال داخل شلون يعني اذا عن طريق الهويته او ياخذ استماره من عندنا او يريد كتاب احنا زودنا اغلب الناس بكتب مثل يروح المكان يقول له انا الا جيب لي كتاب احنا يجينا المواطن نزوده بكتاب حتى على كل اقسامنا بالمحافظات حتى اذا راجع المراكز الصحيه بالمحافظات هم يراجع القسم ياخذ كتاب للمركز الصحي ويعتمد المركز الصحي ما ياخذ من عنده اي مبالغ. وبالنسبه للادويه مثلا خاصه ادويه الامراض المزمنه وكذا شلون ما قدرتوا تعالجوا ما يصير مثلا بروتوكول بينكم وبين وزاره الصحه؟ احنا اكو تواصل بيننا وبين وزاره الصحه بس يعني الخدمات اللي حسب امكانيات وزاره الصحه. يعني احنا مثلا قضيه العمليات الكبرى احنا ما عندنا ما تعرف هاي القضيه يراد لها اموال يراد لها مبالغ لكن احنا مع هذا وزاره الصحه اكو تعاون اكو تعاون يعني عالجتوه يمكن قضيه قانون الضمان الصحي اكو اكيد الضمان الصحي احنا موجود عندنا اغلب المحافظات المتوفين
في عام 2020 و21 دفعنا لكل متوفي هو مبلغ مليون دينار. ايضا هو شمول كل مستفيدي الحمايه الاجتماعيه بالضمان الصحي مجاني. مجاني نعم، مثل ما سمعت عن من وزير الصحه يقول بانه ضمان الاجتماع الحمايه الاجتماعيه نعم. كل المستفيدين من الحمايه الاجتماعيه للضمان مجانا كان بالحكومي او بالاهل يعني. اي نعم موجود هاي الحاله. ممتاز. السله الغذائيه احنا ذاك اليوم ما تحدثنا عن السله الغذائيه. يلا ماكو مشكله، عندنا اتصال وبعدين ناخذ السؤال. تفضلوا. الو، قطع الاتصال. جيد، ناخذ السؤال على السله الغذائيه. طبعا السله الغذائيه كل مستفيدي الحمايه الاجتماعيه الا العدد القليل جدا اللي ما حدثوا بياناتهم على تطبيق مظله البطاقه التموينيه ورقم الوكيل، يتقاضون من السلة الغذائية المواد المذكورة من الزيت والسكر وأيضا مادة العدس لكل مستفيدي الحماية الاجتماعية وبشكل شهري ثابت. ثابت نعم. جيد ممتاز. يعني هذا الفارق بيناتهم. أي نعم. عامر من تل الأحفر، السلام عليكم. عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذي؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نشكر الله يعافيك. تفضلوا عامر تفضلوا. أستاذ والله أنا معوق. نعم. ولأن رحت يعني يطلبون مني حالة إكرام حذاء مع المعاقين، يطلبون علي 15 ورقة بالموصل. بس الصوت علي يا احمد بدون زحمه بالاستوديو. تفضل. حاجتي الماديه عندي اطفال ومعوقه، تعرف المعاق يعني ما عندي قدره. معوق ما عندك معين؟ ما عندي معين بس ما يكفيني، انا رجال معوق وعندي 6 اطفال. انت انت اولا تتقاضى راتب المعين؟ يعني اكو شخص معين لك ندفع له راتب؟ زوجتي. جيد. اعانه الحمايه الاجتماعيه مشمول بها؟ عندي راتب الحمايه الاجتماعي بعد. بس شغله واحده اريد نزوجك ما عندنا وانا. احنا تعرف هيئه الحمايه الاجتماعيه وهيئه الاعاقه، هيئه الحمايه الاجتماعيه ندفع اعانه وندفع السله الغذائيه وقضيه الضمان الصحي، وان شاء الله نتامل انه اكو بالموازنه شمول ابنائكم ب يعني مبالغ الطلاب اللي من ابناء المستفيدين بهيئه ذوي الاعاقه تدفع لكم بالنسبه لراتب المعين. انت عندك اطفال؟ عندك اطفال بالمدارس عامر؟ محتاج مع الحذاء مال المعاق تكرم، يعني رجلي بيها قصر. حذاء مال المعاق اكو عندكم بالحم؟ احنا ما عندنا، ما عندنا ايش حاله، بس خلي يراجعنا ماكو مشكله نحاول. زين انتم يا موصل؟ هو بالموصل. من الموصل. اي راجع الموصل. إيه. قسم الإعاقة بالموصل. زين تراجعت قسم الإعاقة بالموصل؟ قدم الطلب؟ إيه تراجعت يقولوا لي اكو منظمة باربيل. ايه. وقالوا احنا نخابرك وصار شهرين وما خابروني. اي والله استاذ يعني هسه يعني رجلي شوي. حجينا عامر لا تسد التليفون. احمد اخذ رقم تليفونه الثلاثي ورقم تليفونه اسمه الثلاثي، رقم تليفونه استاذ عبد الرحمن راح يتصل بالاخوان بمدير عام الاعاقه وراح يعني يتصل بشكل شخصي معاه. جزاك الله خير استاذ عبد الرحمن. هلال السلام عليكم تفضلوا. بلي. السلام عليكم تفضلوا. الو الو. نعم تفضل. لا حسن. أنا هلال حسن أراوي. تفضل أستاذ عبد الرحمن وياك تفضل. ألو. نعم تفضل. أي أنا اسمي هلال حسن، هذه قدمت من شهر الواحد لحد الآن وماكو أي نتيجة، ما حصلت أي يد. لا يسمع. إجاك الباحث؟ إجاك الباحث زارك؟ إي. لا يوجد في القاعدة. وأنا قدمت على وين قدمت؟ محمد عنود. وين قدمت حجي؟ وين قدمت؟ قدمت عن طريق النائب محمد عنوز للمكتب مال النائب محمد عنوز.
الباحث زارك؟ لا ما حد زارني. محمد عنوز؟ الو انت من اهل النجف؟ ما اسمعك. الو انت من اهل النجف لو من الموصل؟ نعم نعم محمد عنوز. اي اهل النجف. انت من النجف؟ محافظة النجف. زين تابعك سيد النائب محمد عنوز راح استفسر لان اسمك ما موجود بقاعدة البيانات. ما زالني باحث. خافوا يعني بعد زين باحث ما طالع. الباحث طبعا اذا ما يزور الباحث ما يدخل. فما يطلع بقاعدة البيانات. أكيد. لا طلعتني ولا زارني باحث. استاذ عزيز. اخذ اسم الثلاثي. اسمك الثلاثي وانطي للاخوان ورقم تليفونك. لا تسد التليفون فالاخوه الموظفين باداره الحمايه الاجتماعيه موجودين الان اخوه اعزاء اثنين من بالاستوديو ياخذون كل المعلومات ويتواصلون مع الاخوه المتصلين. شكرا على اتصالك هلال. يعني احنا ندعو كافه الاخوان اعضاء البرلمان يعني ساده اعضاء البرلمان يعني بما انه اتخذتوا ارقامهم تليفوناتهم واخذتهم مشاكلهم جزاكم الله خير وهذا من واجبكم يعني كما هو واجبنا ان نطلع الاعلام ونطرح قضايا المواطنين. يا ريت تتابعون يعني تتابعون مشاكل مواطنيكم يعني. حسين سلام عليكم. حسين نعم سلام عليكم. تحليل النتائج هذا الاخ تفضل. حسين انا مقدم على شبكه الحمايه الاجتماعيه. انت من الموصل؟ لا من البصره. من البصره زين تفضل. اجاك الباحث؟ اجاني الباحث اسمي ما طلع لحد الان. وياك سعد عبد الرحمن قيد مالته تحليل نتائج فقط. بلي بلي ايه نفس الحاله ان شاء الله على الوجبات القادمه. حسين سؤال عندي ثاني. سؤال ثاني ايه تفضل. الباحث الاجتماعي جاي ما يزور العالم جاي يجمعهم بحسينيه 50 60 واحد ويسجلهم كلهم يعطيني 5000 وسجلهم كلهم. هاي الحالة حجينا كون توفق لنا اياها يعني كون اعطينا تليفونه دلينا بالحسينية اذا تعرف لنا رقم التليفون مال الباحث. حالة هي ما تصير. لا ما تصير مشكلة ويا الباحث يعني احنا ما بس هي الباحث حجي بس يعني حجي بس انطينا عنوان الحسينية بس عنوان الحسينية ما نريد اي مكان بعد بس انطينا عنوان الحسينية. انا ودي اجلس لكم عنوان الحسينيه. يعني احنا ما راح نسد التليفون. لا تسد التليفون. نعم. الاخوان راح ياخذون عنوان الحسينيه بالبصره وين بيا مكان الحسينيه واسمها. احنا الاخوان بعد متابعه. شكرا جزيلا حجينا. مرعي من الموصل تفضل. مرعي السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي استاذ تحيه لكم تحيه لقناتكم واشكركم على هذا البرنامج خدمتكم المواطنين ان شاء الله. الله يقويكم ويحفظكم ان شاء الله. يحفظكم ان شاء الله خدمتكم ان شاء الله. تفضل. بس عندي سؤال. عندي تقاطع بيانات الوالدي يعني الباحث جي علي انا بس من ادخل على برنامج مظلتي يطلع عندي ابن مطلوب باحث بس الباحث جي علي قبل 6 أشهر وطلع او اسمع معه جي علي باحث بس طلع الاسم. استاذ عبد الرحمن الباحث زارك قبل 5 أشهر؟ 5 أشهر او 4 أشهر. والقيد مالتك هسه يطلع مطلوب باحث ميداني؟ يقول بعد ميداني خلي ندقق هسه بالبرنامج ويا الاخوه الموجودين. احمد الاخوان شنو جوابه؟ اخ مرعي اسعدك. اسم الوالده. اسم الوالده مرعي. اسم الوالده قيم علي يوسف واسمه الاب عبد الله مرعي حسن. مرعي شنو اسمك الكامل؟ مو اسمي اسم والدي عبد الله مرعي حسن. ها باسم الوالد عبد الله مرعي حسن. مرعي حسن. اسم الام فطيم. اسم الام فطيم. مطلوب باحث لحد الان. مطلوب باحث اي جي باحث عليه بس خلي يترك لنا التليفون مالته. جيد. ابقى مرعي لا تسد التليفون. الاخوان راح ياخذون رقم تليفونك واسمك الكامل وان شاء الله راح يتصلون بك باكر ان شاء الله. ان شاء الله. عندنا اتصال اخر البصره هو يبين عندنا بالقيد. يبين عندنا. نعم عندنا اتصال اخر لو حسن. تفضل حسن.
الله والدي. والديك الرحمة. تفضل. لا اللي يخضر. نعم. أنت شريف رحم الله والديك أستاذ بروتك. بخدمتك قول تفضل يا حسن. أنا سجلت على الرعاية والله ما طلع اسمي. اسمك كامل. أنا اسمي حسن ظلال اللي يخضر. حسن هلال. ظلال اللي يخضر. رحم الله. أبقى ظلال ظلال حسن هلال ظلال لا حسن ظلال ظلال أم إيه ظلال اللي يخضر اسم الأم والأم طويرة جمر ظاهر ضوية الأم طويرة جمر ظاهر طويرة رحم الله والديك كان وانت شريف والله بتابعك انا على التلفزيون فدوى عمرك على راسك بس ابقى يعني احمد بس ركز وياي حسن ظلال والام اسمها طويره ها شيكتوا اسمه طلع تحلي النتائج جوابك نفس الجواب لكل تحليل النتائج فقر هو ننتظر الوجبات القادمه ان شاء الله انتظر الوجبات حسن انتظر الوجبات ان شاء الله حيطلع اسمك بالوجبات القادمه عماد حسون تفضل عماد السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ انا جاني باحث اي وبشهر الثالث جاني زين ورا شهر دقيت اسمي قال لي تحليل نتائج والباحث قال لي انت بوجبة الاولى وانا معوق ما طلع اسمك بالوجبة الثانية نعم اسمك بالوجبة الثانية ما طلع حنا مو نعم استاذ بالوجبة الثانية ما طلع اسمك دققت ماكو اسمي هسه ما شفت اسمي انا احنا لازم نعرف القيد هسه مكتوب معاق لو مكتوب اسره معدومة الدخل ما تحسون شيكتوا شباب لا قال بيت التقرير مالي الباحث قال لي ما يحتاج تقرير على الاستمارة مشي يعني لا اخو هو تقديمك الاصلي انت كاتب معاق لو كاتب اسره معدومة الدخل لا عدم الدخل اي احنا مع المعاقل يعني انت ما اقدر احسبك على المعاقل انت اصلا التقديم مالك هو اسره معدومه الدخل قطع الاتصال فبهاي الحاله شنو جوابها؟ استمع انتظر ينتظر الوجبات اي نعم ابو علي من واسط السلام عليكم ابو علي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اهلا ابو علي كنت سؤال الاستاذ عبد الرحمن اي نعم تفضل عند اخوي اخرس مشمول بالرعايه اذا اقدم له على مظلتي لو ما مشمول هو متزوج لو ما متزوج لا اعزب ما متزوج ايش قد عمره؟ عمره 17 سنه لا احنا طبعا بهيج حاله احنا نشمل الافراد اذا كانوا عاجزين او كانوا معاقين او كانت الفتاه البالغه غير متزوجه او الفتاه العزباء يعني المرأة العزباء أما شخص عمره 19 سنة على أي فئة نقدر ندبها سواء كان إحنا شمولنا مو فئوي بس إحنا نعتمد الأسرة يعني لازم يكون لديه أسرة لا هو أفكم يعني أخرس غير يعتبر معاق متى ما شمل في قانون 38 في هيئة ذوي الإعاقة إحنا نشمل يمنا بإعانة الحماية الاجتماعية حبيبي شكرا جزيلا أبو علي على اتصالك عندنا اتصال آخر جيد يعني بس خلنا نسأل سؤال بعد وبعدين ناخذ اتصالات حتى لا نحرمهم يدق التليفونات ما تسكت يعني ما يخاف يلا ما يخاف كاظم رزاق خلنا ناخذ اتصالات اكثر ما يخاف كاظم رزاق تفضل السلام عليكم السلام عليكم استاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ بس اذا شوف اسمي جاي ما جاي كاظم شيكو اسمك طلعت اسمك كاظم رزاق وادي شو اسم الوالدة علوية بدن علوية يعني ماكو اسمك مقدم على الالكتروني مقدم على ورقي لو ما مقدم انت لا على الالكتروني عندك استمارة مال التقديم اي موجودة ارسل لنا اياها خلي تليفونك ونتواصل وياك خلينا نشوف ندقق بالقاعده مره ثانيه. لا سد الخط كاظم لا سد التليفون راح ياخذون رقم تليفونك يتواصلون وياك تبعث لهم الاستمارة عبر الواتساب او اي
برنامج اجتماعي تواصل اجتماعي وراح يتواصل وياك ان شاء الله ويعطوك المعلومه الاخيره. فاعل حسين تفضلوا. على هذا رقمي؟ اي بلي بلي على هذا رقمك كاظم. ما هذا ما بي واتساب. ما يخاف تعطيهم رقم البي واتساب، يعني انت خلي ياخذوا رقم تليفونك هذا وبعدين تنزلهم على رقم، او تعطيهم رقم الان تعطيهم رقم البي واتساب. اوكي. واضح؟ لا تسد التليفون. نبت هذا هي تنزلهم اسمي علي. هذا اقول لك عيني انت ثائر؟ اي ثائر. لا حبيبي انضح شويه كاظم. ثائر اوكي. هسه ثائر شنو مشكلتك؟ انا والله قدمت ورحت للرعاية قالوا طالع اسمك من زمان والبحث مطلوب بحث. استاذ عبد الرحمن. وين بيا مكان؟ بالشعب والله. بالشعب. يم جامع الشروطي. اوكي اعطينا معلوماتك، هسه موجود مطلوب بحث ميداني. بس ناكد أيه. على الولد حتى نسحب استمارته وندز لك باحد ان شاء الله. فرسد هسه فعلا لسد التليفون راح تعطيهم من الواتساب مالتك وراح يتواصلون وياك رقم البي تليفون الواتساب. اتصال اخير يلا تفضل. أيوه. حسن. الو استاذ عبد الرحمن. نعم تفضل. عليكم السلام مباشر. استاذ طيب. عبد الرحمن يرحم والديك، ترى عندي تقاطع بيانات من زمان سويت قبل شهر ونص من قدمت معامله وهذه ما تقاطع بياناتي لحد الان ما تغيرت عندي. وين على يا قسم؟ قسم نينوى. قسم نينوى. شنو ايوه عندي اشتباه يعني. شنو التقاطع مالتك؟ تكرار؟ شنو لو عندك تقاعد؟ لو شنو التقاطع تقاطع اللي بياناتي عندك كربلاء ما اعرف يعني بالفرات الاوسط. يعني اكو قيد ثاني ظاهر لك؟ ها؟ ظاهر عندك قيد ثاني؟ ايه طلع عندي قيد ثاني يعني يقول عندك تقاطع بيانات بالشرق الاوسط. سهل اترك معلوماتك وهي سهله احنا. جيد حسن لا تسد التليفون. الاخ احمد راح ياخذون رقم تليفونك. راح ياخذون رقم تليفونك واسمك الكامل. وشكرا اخ احمد ايضا على الاتصالات اللي يتعب ويانا. فقط دقيقة واحدة بس البيان السنوي حتى نستثمر دقيقة. نعم. شنو البيان نسوي؟ شو مطلوب من المستفيد؟ المستفيد احنا عندنا وفقا للقانون يقدم بيانا سنويا بكل معلوماته. احنا عندنا نافذة الكترونية عن طريق قاعدة البيانات. يعني ما يحتاج يراجعكم؟ لا هو يسحب البيان السنوي من من الانترنت ويمليه يكمله يجي يسلمه باللجان الفرعية. يعني ما يراجع المركز؟ لا مركز الدائره ما يراجع، يراجع فقط اللجان الفرعيه المتوزعه، عندنا اكثر من 320 لجنه فرعيه على مستوى العراق لدائرتي المراه والرجل. هناك تتم عمليه التسليم ويسلمونه وصل بالاستلام. وبالنسبه لفئه المعاقين حتى هذا الميزه شلناها، قمنا احنا نروح له للبيت، نروح له او نرسل له الباحث او عن طريق تطبيق الواتساب تتم عمليه المشاهده. عاده يا تاريخ اللي يصير تحديث بيانات؟ هو بعد مرور كل سنه. احنا طبعا هاي الفتره لكثره الاعداد حتى تعدت الفتره المحدده احنا ما جاي نوقف اعانه لحد الان على فتره البيان السنوي. احسنت. الاستاذ عبد الرحمن منصوري مدير عام دائره الحمايه الاجتماعيه، شكرا لك مره اخرى على حضورك وعلى تعاونكم، و يعني ندعوكم ان شاء الله تواصل قدما ان شاء الله. اكيد ما تحتاجون دعوه، تقدموا خدمه للمستفيدين بدائرتكم يعني. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج وكذلك الاخوه الموجودين بالاستوديو اللي هم موظفي دائره الحمايه الاجتماعيه، يعني يا ريت نذكر اسمائهم الاخوه. استاذ محمد هو شخص واحد موجود. لعد وياه يمكن شفت واحد وياه. شكرا استاذ محمد وشكرا لزميلك اللي وياك طبعا. اكيد هو الاخ اللي ينقلكم من مكان لاخر يعني. فشكرا للاخوان اللي يقدمون جهود حقيقيه للمواطنين والمستفيدين بدائره الحمايه الاجتماعيه. نلتقيكم باذن الله تعالى في الاسبوع القادم في الساعه 9 مساء. في أمان الله.